مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، يا هلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم تم على قناه اس بي سي. وكذلك ما انسى ارحب باللي يتابعونا ويسمعون صوتنا عبر اثير اذاعه الرياض. الليله راح نتكلم عن موضوع يمكن انا اشوفه مهم جدا لانه له علاقه بصحه الناس. ياما اعلانات يعني تجيك من كل حدب وكل صوب، وتشوفها حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، انه بجلسه واحده تستطيع ان يعني يكون لك نظاره كامله، ولا والله هالخلطه الفلانيه تبي تخلي جسمك يلق وتبي تخلي بشرتك وش زينه، امور كثيره تتعلق بالجلديه وبالتجميل الجلدي على وجه التحديد موجوده كممارسات عند بعض العيادات وبعض المراكز المختصه، وكذلك احيانا حتى بعض مشاهير التواصل الاجتماعي قاعدين يروجون للخلطه الفلانيه، خلطه ام فلان ولا خلطه ام فلان، وفي النهايه تلقى شاريته من صيدليه وخلطت مع كم شغلان، ولا حاست ولا زينت ومشت. وحنا نصدق؟ هل كل ما نصدق، هل كل ما يعلن حقيقي؟ هل كل ما يعلن صحيح؟ هل كل من يعني يغزوننا بهالاعلانات فعلا يعني ما لها أضرار جانبية هالأشياء، أو بعض حتى الخدمات تقدم في بعض المراكز الصحية اللي لها علاقة بموضوع التجميل، وتحديدا نتكلم عن الجانب الجلدية. خلوني رحب بضيوفي في الاستديو، رحب بالدكتور أحمد العيسى استشاري الأمراض الجلدية، وكذلك رحب بالدكتور نضال أيوب استشاري الجراحة الجلدية التجميلية. حياكم الله معنا. أنت دكتور ترى كنت الملهم للحلقة بمقطعك اللي انتشر يعني حول بعض الممارسات الخاطئة، وإن شاء الله راح نحكي عنه ونحكي عن كثير من الممارسات الموجودة في هالجانب. بس خلونا بالبداية نشوف احنا وياكم هذا التقرير. رافع التميمي بدأت معاناته مع الجلدية منذ 20 عام من خلال زياراته لكثير من العيادات ولكن بلا جدوى. يعني وصلت مستوصفين ثلاثة ما يقارب اللي أنا صرفته بس على الجلدية أو على المستوصفات الجلدية، كفتح ملف، ككريم يوصل سعره إلى 700 ريال، ألاحظ بالأخير ما في فائدة. أرجع للدكتور نفسه يقول لي خليك مستمر على نفس الكريم، دائما يقول لي لا تاكل سمك، واحد يقول لي كل سمك ما عليك من احد، واحد يقول لي لا تشرب لبن، واحد يقول لا تشرب حليب، يعني ما ادري وش الصح وش الغلط. الدكتور سعد آل طلحاب يلخص معاناة المراجعين بعدم وجود الاطباء المختصين بحسب وصفه. هي لها تقريبا ثلاث خلينا نقول درجات، يا يعني انه يكون غير طبيب اصلا، وهذه بالنسبه لنا تعتبر جريمه، او انه يكون طبيب غير مختص، او يكون طبيب مختص ولكن ما عنده خبره في الاجراء اللي قاعد يعمله. هي في الاجراءات التجميليه الفيلر والبوتوكس، هذه اكثر اجراءين يكون فيها استغلال للمرضى، اما ان يكون الشخص غير مختص او يكون غير طبيب زي ما قلنا هذا أسوأ، او تكون الماده المحقونه سيئه. اذا الدكتور يعني قام يعني بصراحه يعني مو بمره يقوم يعطيك الابره كذا بس بسرعه، يضرب على طول في العصب السابع، يصير عندك مشكلة الميلان. هذا جاك ميلان يوم سابق؟ جاني قدامك. وش سويتي لما جاك؟ يفعل ايش؟ قعدت فترة وبعدين اشوى الحمد لله، يعني شوي من ربي من الله. انا كنت قبل اعاني من حساسية، اشاعات وتحاليل وجميع الامور اللي ما تخطر على بالك، فعندي معاناة مع الجلدية غير طبيعية صراحة. يعني والله كل ما راجع عيادة تجلس مع الدكتور تسمع الكلام تقول بطلع من عنده متعافي، بالعكس يعني اطلع من عنده ارجع نفس الحكايه، نفس الادويه اللي يكتبها لي الدكتور يكتبها لي مره ثانيه. بالذات عندك المستشفيات اللي هنا الاهليه يمكن يعطيك سعر 10,000 12,000 ريال على بس يمكن جلسه واحده، واذا الان والله وانا مستمر اني القى لي مستشفى حكومي او اهلي يعالج المشكلة هذه، مشكلة الجلد. كثير من الناس يفكر ان اذا راح للطبيب يفكر عنده حل سحري، وربما الناس طبيعته وطبيعة جسمه ما تحتاج، مع الوقت تروح. المشكلة اللي نواجهها انخفاض الاسعار الشديد راح جر الناس لمراكز ما هي احترافية، ودائما ما ينتهون بمضاعفات تكون تكلفة تصحيح المضاعفات هذه اعلى من تكلفة الاجراء نفسه. فهل زيادة عيادات الجلدية والتجميل هي سبب في التقصير الطبي،
وإلى متى ستستمر معاناتهم؟ لبرنامج تم، محمد السلاطين، الرياض. شكرا للزميل المبدع محمد السلاطين. طبعا بيكون معنا إن شاء الله حالات يعني من خلال الحلقة، وطبعا حنا يعني على أساس دائما نحرص في تم نوجد كل الأطراف ذات العلاقة بأي ملف نطرحه، وحتى يكون احنا نعرف جزء منها رقابي. ومن يتولى الجانب الرقابي؟ احنا نتكلم عن الإدارة العامة الالتزام بوزارة الصحة ودورهم في هذا الجانب. تواصلنا معاهم وكان المفترض أنهم يكونوا معنا، ولكنهم في النهاية يعني اعتذروا بدواعي أنه تأخر التنسيق معهم، وحنا من الظهر بنسقي معهم، ما أدري متى يبون ننسق، قبل بأسبوع شهر يعني ما كان في ذاك التجاوب منهم، لكن المجال مفتوح إذا أرادوا أنهم يوضحون إيش قاعدين يسوون في الرقابة على المراكز التجميلية والجلدية والممارسات الخاطئة اللي قاعدة تصير فيها. يا ليت والله يعني نرحب فيهم، والبرنامج يعني يتسع دائما للجميع. دكتور خلينا نبدأ معك، يلا حيو. الله يسلمك. شفت الآراء الناس؟ يعني في حديث عن أنك ممارسات خاطئة قاعدة تصير في المراكز التجميلية. ما اخترت ولا واحد يمدحنا يعني. تمام. لا احنا يعني احنا عندنا الأساس نبي نعرف وين، نبي كل شيء زين، عشان كذا نجيب الشيء الإشكاليات والممارسات الخاطئة نبغى نزيحها من هالجانب. لكن إشكالية لما تكون موجودة مثل هذه الممارسات الخاطئة، خلينا نرد على كل واحد منهم حتى طيب نكون واقعيين. طيب. أو على الأقل أنا بتذكر سبحان الله الآن مريض السكر ما عمره طلع وقال يا ناس أنا ما لقيت علاج السكر، أنا ما غير أدور على الأطباء يغيرون بعلاجاتي، صح؟ رغم أنه الآن معروف أن السكر مرض مزمن، وهذا المرض المزمن خلاص أنت ممكن تغير بالجرعة ممكن، لكن ما عمره حد قال ما لقينا له علاج. اللي طلع وقال عنده إكزيما، الإكزيما من الأمراض الجلدية المزمنة، أكيد أن كل طبيب هو إلى الآن هو ما هو مستوعب أن في مرض جلدي مزمن، صدفية مزمن. عندنا أمراض جلدية على حد علمنا والله أعلم أن المريض يعني مثل السكر يعني يموت عنده هذا المرض، لكن من الطبيب اللي بالفعل يقلل يعني من معاناة المريض. إيه؟ مشكلة كثير من الناس ما يعرف أن في أشياء مزمنة. طيب أنت إذا عرفت أن الشيء المزمن أنت لا، هو شو يقول لك؟ يقول ما غير يقول كمل على العلاج. طيب حق السكر شو يقول لك؟ يقول كمل على العلاج. ترى أنا ماني بهنا دافع عن الأطباء، لا لا لا، بس لو أنا ممارسة أنا أكثر من جلد الأطباء أنا، فأنا وأنا باخذ بس يكون أكثر موضوعية لو على الأقل أحد قال والله لا بالفعل يعني في شيء إيجابي. تصدق ولا لا خالد؟ إنه أنا أقولها وأنا واثق من الكلمة، إنه يوجد 5% مسيئين في مجتمعنا من أطباء الجلد ونعرفهم بالاسم، لكن 95%. طيب ال 5% هذول اساءوا للجميع والقطاع كله، اساءوا للبلد، اساءوا لكل ما تريد، اساءوا. هذول داخلين من اجل مال فقط وليس من اجل طب ومال. طيب بس دكتور حتى في معلش دامنا احنا بنتكلم بشفافيه وبصراحه، حتى هناك اطباء جلديه بدل ما يتخصص في موضوع الحروق والاشياء ذا تركوا الموضوع وراحوا اخذ لهم دورات ولا كورسات ودخلوا في موضوع التجميل يعني لاجل ربحيه. صح، انت ما تستطيع. شوف اذا الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه اقرت ان هذا الطبيب يستطيع ان يعمل هذا الشيء، خلاص كيف هذا مصدر رزقه. انت ما تقول له لا يعني انت لا تستطيع ان تطلب من الناس المثاليه، ما تقدر. هل هو خطا انه طبيب جلديه أنهى 4 سنوات في طب الجلد ينتهي به المقال إلى أنه يسوي زراعة شعر فقط؟ أنا ما هو عيب، هذا من عرق جبينة قاعد يجيبه ومن علم ومن ترخيص. أنت ليش؟ هل تريد أنه يكون مثالي ويزاول يعالج حب الشباب والبهاق؟ يا أخي ما يبي. أنا أقول لك يعني أنت لماذا تبحث عن المثالية بين الأطباء؟ لا لا لكن أنا ترى أنه يعني هذا يمكن حتى بتكلم وباخذ رأيك فيه، حتى يودي الدكتور نضال يتشاركنا، أنه يعني دخل حتى في المجال من ليس أهلا له ومن ليس متخصص ومجرد دورات أو كورسات يأخذها ودخل في الجانب التجميلي لكونه مربح. شو رأيك دكتور؟ صحيح، أمسي أشياء لكم جميعا على المشاهدين. أعتقد فعلا أنه جزء من زي ما تفضل الدكتور المشكلة كونها مزمنة، يعني أرد على التعليقات اللي دخلت من الدخلان، كونها مزمنة معناته حيتعالج ويتحسن في بعض المواسم أو إذا استخدم العلاجات وبعدها رح يرجع الوضع يدهور. مشكلة أنه كريمات توصل لهذه الأسعار اللي قالوها الأخوان في من شوية، ما أعتقد أنه هذا الشيء صحيح أوكي أو مبالغ فيه. هم يذكروا تجاربهم يا دكتور. Exactly. بالتالي كيف ما تكون صحيحة؟ لأنه أعتقد أنه ما هو صحيح بمعنى أنه انباعت لهم بالطريقة الخطأ.
ما في كريمات علاج الأشياء البسيطة المزمنة على حسب ما شفنا حتى في الصور إذا كان تشخيص هو صدفية أو إنزيمة ما في كريم 700 ريال. أوكي، فأعتقد أنه في مبالغة شوي في موضوع الطرح، هذه رقم واحد. رقم اثنين الرقابة، ما هو من وزارة الصحة مين؟ ولا هو من أي أحد، من الطبيب نفسه. إذا الطبيب ما في رقابة داخلية في نفسه في ما يؤدي من مهام في حياته العامة أو في عمله راح تحصل معه بس سوء السمعة، راح تحصل معه سوء السمعة. طيب أنا معاك وراح يقدر تقول كان يقولك المفترض تكون فيه الرقابة الذاتية، لكن من أمن العقوبة أساء الأدب. لا اللي ما يردعوا على الأقل يعني الجانب الرقابي الذاتي على الأقل في قانون يرجعوا ورقابة حتى لو توقفوا عند حده. ممكن توصل يصل الموضوع لقانون أو رقابة، وأكيد راح يوصل لأنه هي عبارة عن تطور طبيعي في هذه الحياة. لما أنت تسيء استعمال أي شيء راح يصير في ردات فعل سلبية عليك وعلى الناس اللي حواليك. طيب أنا أبي يعني في بعض المفاهيم خلونا نركز الآن على رفع الوعي عند المريض، ويمكن يعني أحيانا في انتشار لأنه والله ليش؟ لأنه إذا ارتفع الوعي عند المريض خلينا الصحة وحاولنا يتواجدوا معنا واشتروا من الرقابة والجماعة يعني ما تواجدوا معنا. لا هو هي إيه بس بقول نقطة على أقل تقدير أكبر رقيب مش هو الطبيب نفسه، هو المريض، هو اللي راجع، هو اللي فعلا إنه يكون عنده وعي ومعرفة فعلا. طب لو كان معلومات المريض معلومة مغلوطة طيب هذا دورنا. طيب أو معلومة منقوصة طيب هذا دورنا الآن نبي نوضح بعض المفاهيم الموجودة وهل هي مغلوطة ولا صحيحة. صحيح احنا نقدر نلامس بعض المواضيع وما نقدر نشمل كل حاجه لان المواضيع كثيره، لكن نحاول قدر المستطاع ان نمر على بعض منها. خلينا نروح الفاصل، وبعد الفاصل راح يعني نتطرق مع يعني الاطباء معي في بعض المفاهيم الموجوده عند الناس او بعض الاشياء تروج في مراكز التجميل والموضوع الجلديه هل هي صحيحه ولا لا. خلوكم معنا. يا أهلا فيكم، نكمل الحديث عن موضوع يعني بعض الوهم وبعض الممارسات الخاطئة بزيادة الوعي عند الناس في موضوع الطب التجميلي خاصة المتعلق بالجانب الجلدي. دكتور أحمد، قبل فترة يعني يمكن تحدثت أنت عن بعض المفاهيم وبعض الأشياء اللي يروج لها، من ضمنها خلني أخذها واحدة واحدة ونحاول إحنا نبصر الناس فيها. أوبر النظارة، وش أوبر النظارة اللي يروجوا لها المراكز، وهل فعلا يعني تفتح البشرة وتخلي الواحد يلق؟ سبحان الله. الآن طبعا في السنين الأخيرة اهتمام كثير من النساء أنها تكون والله بيضاء أو يكون لونها لون موحد أنه ما يكون في عدم تجانس في الألوان. فطلعت من فترة إبرة اسمها جلوتاثيون، احنا نسميها لأن الناس يطلبونها، أو فيتامين سي بعض مرات يحقنونها، تحقن بالوريد وفيه يعني شيء جدا ضعيف علميا أنها بالفعل تبيض أو أنها تفتح للبشرة. يعني مؤكد أنها ما تفتح، هذا أولا يعني التفتيح اللي هم يبغونه بناتنا أني والله أنا بفتح مؤكد. اثنين زين أنها لا يمكن أن توحد لون الجسم بحيث أنها تكون والله بعض مناطق الجسم موحدة كاملا كبي لون واحد، مستحيل هذا طبيا. الآن جاء تحذير من هذه الإبر وتحذير رسمي من هيئة الدواء والغذاء في بعض الدول أنها تسبب مشكلة في الغدة الدرقية وأنها تسبب مشكلة في الكلى. صحيح. مؤكد 100% أن هذه الإبر خلاص انسوها، الآن انتشرت ووزعت. طب ليش منتشرة يا دكتور؟ منتشرة لأن المسوق يريد مال من خلالها ويعرف ما يطلبه المرضى، فالمرضى طلبهم في هذا كبير. إيه؟ فالمستثمر يعني عرف أن هذا الشيء ممكن أن يكون مدخل. فأنا أقول المشكلة ترى ما هو فقط في هذا المستثمر، لا. المشكلة في بناتنا وعدم وعيهم، المشكلة في الدعاية والإعلام، وهذا نفس الشيء. فمثل هالحلقة ومثل بعض الحلقات الجميلة اللي توضح هي تكسر حاجز يعني ونبي نوعي الناس يعني وخليهم ينتبهون فعلا يعني على مظار هالأشياء اللي قاعد يروج لها. فباختصار هل يوجد إبرة اسمها إبرة التبييض؟ هل يوجد شيء اسمه توحيد اللون؟ هل يوجد شيء اسمه إبر النظارة؟ تقول لا خلاص انسوها، لا يوجد ولا يوجد كان. احنا أول الناس إن نقول لكم والله موجودة ونخلي والله بناتنا السعوديات يعني من هالعقدة اللي تراكمت عندهم السمار وعدم التجانس. لا لا، وحتى احنا المجتمع أحيانا ركب مدري وش وقاعد سودة ولا غيرها، هذه فعلا
اللي فيها اكيد انقطاع ولا ساعه وغير لا يوجد ولا ننصح ان وجد ووجد بعض الاطباء ونرجع للقله ال 5% خلينا نسيب ابو خمسه ذولا ال 5% ذولا عساه خمسه بعض الاطباء الى الان الى الان الى امس حقنها واخذ المال. طيب بناتنا الى متى هالبرامج الاعلانيه والاطباء اللي قاعدين يحذرون وما زلتوا انتم تبحثون عن وهم وسراب لن يتحقق وقد تنظرون ماديا وصحيا. وحنا ضدهم وضد اي احد يحاول ينظر حياه الناس ويعرضها للخطر عشان يملى جيبه. طيب في شيء ثاني بعد عندكم حق خلينا اليوم انا باخذ بعض المفاهيم ودي فعلا اوضحها. خليني اعلق حاجه على ابره النظاره. ما في حاجه زي ما تفضل الدكتور اسمها ابره نظاره. يعني لو جبت علبة مثلا زي كذا هل في علبة مكتوب عليها إبرة النظارة؟ مستحيل. في أيضا تصحيح مفهوم، احنا هنا نبغى نزيد الوعي صحيح، هدفنا نفهم الناس ما في حاجة اسمها إبرة النظارة. يعني قلت ثيون ما هي ممكن، بلازما ممكن، حقن دهون ممكن، حقن الفيلر ممكن، هايلورونيك أسيد ممكن، ميزوثيرابي ممكن، فيتامينز كذلك. طب أي واحدة فيهم هي إبرة النظارة؟ إبرة النظارة هي الإبرة اللي تناسب الشخص فعلا ويحتاجها، مو الإبرة اللي يتفق الاثنين ويكون توقعات المريض متوازية نسبيا مع توقعات النتيجة ومتوقعات الطبيب وطرح الطبيب. جميل. أيوه. طيب في شيء ثاني بعد. إيش؟ اليوم أنا اللي حرصت إني يعني حتى مع العائلة ومع يعني إني أسألهم حتى مع الزميلات يعني اللي معانا في الفريق، يا جماعة علمونا وش داخل يعني استنزاف الزحمة اللي عندكم بالمراكز التجميل، وش الأشياء اللي تقدم والأشياء اللي يعلن لها، يعني على الأقل نتكلم عن شيء يعني الناس يعني والنساء يمكن أكثر شيء طايحين بقولك، حتى الرجال يمكن بتكلم عنها بعد شوي، لكن في عندنا شيء اسمه الليزر الكربوني. أوكي. الليزر الكربوني هذا وش هو؟ نتائجه مؤقتة جدا، يعطي شوية نظارة للبشرة أو لمعة في سطح البشرة ما تستمر فترة أسبوعين إلى شهر ونص. ويسوق له الحين عند بعض المراكز. ما في مشكلة. خليه يتسوق له، دام إنه البيشنت أو المريض عارف إنه هو راح يحصل على هذه النتيجة المؤقتة، جود أند ويل. لكن ما له ضرر على الجلد وتسكير المسام مثلا لا. أو تصغيرها أو لا. غيرها؟ لا. ما له اي اضرار. انا ما اشوف في اضرار. طيب سموح نختلف هنا ولا لا؟ بالعكس انا بيكم لان انا اقول دائما بيننا وبين زملائنا الاطباء 20% اختلاف و80% اتفاق. انا من الناس اللي اعتقد انه تكبير الشيء هو يضره. زين الليزر الكربوني اللي يسويه كله هو تقليل الدهون اللي في الوجه، وقد يعطي نظاره وهميه لمده اسبوع مثل مثل تنظيف الوجه. هذا لا يوجد عليه دراسات علميه محكمه، الليزر الكربوني. وانا اعتقد هذا من ضمن الاشياء اللي انا ما ودي مرضانا يتعلقون باشياء زين مبالغ فيها ويسمى ليزر، اسمه جميل ليزر كربوني زين إيه؟ لكن لا يوجد عليه دراسات علميه محكمه ابدا. فالاشياء هذه اذا حد بيسويها كدراسه علميه هو يريد ان يثبت على راسنا، لكن احنا يجب ان نقاوم اي شيء غير مثبت علميا من هالاشياء اللي بدات تنتشر. انا اقول لابد اننا نكون بالفعل يعني نقاوم مثل هذه الاشياء اللي انا باعتقادي ان المفروض انها ما تكون موجوده لانها علميا لم يثبت جدواها. طيب يعني لما تقول مثلا ابر النظاره تقولي انت انه ما في اي شيء يثبت انه فعلا طيب وين دور هيئه الغذاء والدواء طيب في هالجانب؟ لا ما قصروا، انا بقول لك بصدق انهم قاعدين يقاومون، لكن خليك انت افضل واجمل سباح وخلنا نحطك في احد المحيطات والموج يضربك وقول وين سباحتك. لا انا اعتقد انهم بين امواج متلاطمه دور هيئه الدواء والغذاء، وانا لست منهم ولا لي علاقه فيهم، يمكن ما دخلت الا مره او مرتين ولا دخل. انا اعتقد ان دور ايجابي كبير جدا ويجب ان ندعم ما يعمل. ترى شوف اذا عندنا منجزات وطنيه زين وبتلنا اننا احنا ننتقد هذه المنتجات زي ولدك والله اذا انت دائم تنتقده والله يطلع سيء ويقول يا شيخ اذا انا قاعد اسوي كل هذه الاشياء فانا انا عادل انا ما منهم انا هذا. اعتقد الدور اللي تكون فيه هيئه الدواء والغذاء وهيئه التخصصات الصحيه ووزاره الصحه وانا انسان في المعمعه وعلى قولهم مدفي انا خلاص لا لي مناصب ولا لي شيء، انا اشهد بالله ان الدور اللي تقوم فيه دور وطني قوي جدا وخليه نحل يا ليتك تزورهم تشوف كوكبه من الشباب من كليات الصيدله الحديثين انه هذا، لكن انا اقول تقصير في كل قطاع. طيب في قطاع طيب خليني لكنهم صدقني حذروا منها ولهم دور ايجابي كبير في تقنين. الان احنا دوله يعني من الدول المتقدمه في الاشياء، عطني اي دوله عربيه عندها اف دي اي زينا وتقنين وهذا، عندهم اخطاء انا معك، لكن انا اعتقد طيب حسناتهم في الاشياء التجميليه والجلديه أكبر. طيب في مقطع لك انتشار في الأولى الأخيرة، خلينا نشوفه احنا والمشاهدين مع بعض هذا المقطع، وعندي بعدها سؤالك. خلينا نشوف المقطع مع بعض.
مطالب شبه خيالية وحنا نسمعها من المرضى لكنها ليست حقيقية وليست مفيدة. تجي واحدة تقول والله دكتور أبغى أوحد لون جسمي، هم يعتقدون أن عندنا كريم كبير جدا الحجم ويعطى للبنت خلال كم أسبوع كم شهر وتوحد لونها. لا يوجد توحيد الجسم أبدا، ولا يوجد أبدا لا جهاز ولا تقشير لكامل الجسم. مثل توريد الشفاء، لا يوجد شيء يسمى توريد الشفاء، وإنما من شفاهه سمراء نقلل من هذا السمار بيعني الليزر. مثل كلمة معتادة وكثير نسمعها أبغى نظارة الوجه، ما في شيء اسمه نظارة الوجه. فيوجد تقنيات مشهورة وللأسف جدا وتتناول بين الأطباء وبين المرضى وفائدتها جدا محدودة، وسوف أذكرها مثل إبر النظارة فيتامين سي ولا جلوتاثيون، لا يوجد لها أي فائدة ولا لا أنصح فيها، بالعكس منظمة الهيئة الدول الغذاء حذرت أنها قد تسبب مشكلة في الكلى وأيضا في الغدة الدرقية. فلا يوجد شيء اسمه إبر النظارة. مثل الليزر الكربوني، مثال آخر الليزر الكربوني اشتهر كثير، ليس له من الحقيقة العلمية أبدا، بالعكس قد يسبب تصبغات وفائدته جدا قليلة، وأكثر شيء فائدة فيه هو تقليل الدهون في الوجه. مثال آخر حقن الميزوثيرابي الذي انتشرت، اللي يقول والله انا بحقن لكم فيتامينات في الوجه ولا في الشعر ولا، هذه اشياء ليست علميه واعتقد انها كثير منها تجاريه ولا تفيد، وانتشرت كثير وللاسف. مثل حقن البلازما للوجه او للجسم، ايضا هذه من الاشياء اللي يغتر فيها بعض المرضى ان سوف اخذ من دمك واحقنك وتكون فائده. نحتاج الى دراسات علميه محكمه كي نقتنع كاطباء ونقنع مرضانا. مثل الديرمابين، الديرمالورا، الديرما رولر، هذه أشياء قد تحفز الكولاجين لكنها ضعيفة ويجب أن لا نبالغ فيها، وفي البشرة السمراء أحيانا تسبب تصبغات واسمرار. طيب دكتور، يعني أنا أشكرك على جرأتك، يعني بالرغم من أنك في المجال وبالرغم حتى يمكن حتى بعض العيادات عياداتك تقدم هالخدمات اللي أنت ذكرتها، صحيح؟ طبعا، إحنا ما إحنا مدينة فاضية. طيب. أنا لي بأحمد العيسى، لكن انتبه، يعني انتم الان اذا اي واحد بينتقد شيء تبي تجي تقول له والله ولا حوالينك، انا ما انا لي في انا، لكني انا عمري ما ابكون يعني ابسوي دعايه لمثل هذه الاشياء، وبالعكس ولو يجيني مريض ومن اقرب ويجيني من بعض اقول لا يا ناس، احنا عندنا 20% احنا نختلف فيها زين، والميدان يا حميدان، اللي بيثبت ان هذا الشيء زين ويقول للمرضى الله يهني فيه ما عندنا مشكله. بس اتوقع مساله يمكن اهم انه ما يكون الميدان بهالشكل، احيانا بعض الاشياء اللي الناس يعني يتصورون انها قد تفيد لكن قد تضر، مو بس انها ما تفيد، هنا النقطه الاهم. اللي يضر شفت على المريض اللي تضر خلاص ينتشر انها تضر وتتوقف، لكن احنا عندنا مشكله كثيره بالشركات الان بعرض اشياء، انتبه لهالنقطه، لا تفيد ولا تضر وتدر مال لمن يعمله. هذه الآن انتشرت، وانتشرت أجهزة كثيرة في أمريكا وأوروبا الآن، أجهزة يعني ما يسمى بالريجوفينيشن، هذه الكلمة يعني كلمة رنانة وجميلة إنها ولا جميلة إنها، وتبي تسمع الكلمة ذي بدأت تنتشر أكثر. هذه الأجهزة ما تفيد كثير منها وما تضر، أنا أضمن لك إنها ما تضر. لذلك يعني بيصير الكلام فيها، واحد يقول والله أنا صلحت 10 حالات طلع لي واحدة ثنتين زينة. طيب الله يهنيك. طيب خلينا بعد نتكلم ببعض النقاط اللي أنت ذكرتها حتى في 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 موضوع يعني على سبيل المثال، يعني على سبيل من ضمن النقاط موضوع يعني الليزر كربون تكلمنا عنه، موضوع التقشير، يعني حتى البعض يعني حبوب معينة يمكن يأخذونها بحيث أنه بداء وتصرف لهم بما أنها خلاص تبي تسوي التقشير، ويمكن والكثير من التقشير معلومة أو يعني لها أساس علمي قوي جدا، يعني في كتب كاملة اسمها التقشير، وحتى يومنا يعني ندرس الطب والتقشير موجود، يعني سطحي وعميق ومتوسط. التقشير جدا مفيد للي عنده كلف، جدا مفيد للي عنده تصبغات، تقشير الوجه جدا جيد، لكن يعني التمادي فيه بعض المرات زين من يعني بعض الأطباء أنهم يقشر كامل الجسم، احنا شفنا بعض المرات. أنا أعتقد التقشير مفيد إذا استخدم للمريض الصح والطبيب اللي بالفعل فاهم فيه، وبالعكس أنا أعتقد كلمة التقشير بالطب جزء من ممارساتنا هي التقشير. طيب احنا مكملين، بس خلونا نروح للفاصل وبعد الفاصل نرجع لكم. يا
أهلا فيكم. نكمل حوارنا حول موضوع بعض الممارسات وبعض المفاهيم اللي تحتاج إلى تصحيح فيما يتعلق بالتجميل الجلدي على وجه التحديد واللي قاعد يصير في بعض العيادات التجميلية. دكتور يعني نضال، خليني بس أمر عليك على بعض التقنيات يعني حتى يمكن نتكلم عنها. مثل عندك الديرما رولر على سبيل المثال، والميزوثرابي هذه، يعني أبيك يعني هل تعطيني هل هي فعلا يعني مفيدة؟ هل هي فعلا يعني بكلها أثر؟ لا، وش تستخدم فيه؟ ما أنصح استخدامها أساسا. الميزوثيرابي ككلمة هي كلمة مطاطة، هي عبارة عن مواد تحقن في الجلد لإضافة رونق أو إعطاء فيتامينز داخل الجسم. هي عبارة عن آلية توصيل المواد يسموها ميزوثيرابي. ما في شيء اسمه ميزوثيرابي بحد عينه، إنما أشياء تتعدد من فيتامينات بأنواعها إلى أشياء تحفز نمو الكولاجين، أوكي؟ أو أحيانا يستخدم في حقن مواد منبتة للشعر في فروة الرأس. إذن هي في النهاية آلية وطريقة، فهذه ما أقدر أحكم عليها إلا إذا كنت أنا متأكد إن هذه المادة مناسبة لهذا المريض. هذا أول شيء. ديرمارول وديرما بنز تسوي تحفيز شوية للكولاجين، بس ممكن يكون لها أثر سلبي لأنها فيها إصابة للجلد. الإصابة هذه صحيحنا دقيقة وأنها سطحية، لكن مع الوقت أو مع الاستخدام الخاطئ أو مع ضغط بسيط ممكن وارد يتم في أي لحظة، ممكن يترك مكانه أثر احمرار، والاحمرار يقدر أثر بني، وإحنا بشرتنا فيها صبغة خفيفة، وهذا الصبغة تتأثر بالشمس، تأثر بالإصابة أو الاحتكاك المباشر بالتقشير، وكل هذه تسبب تصبغات بعد ذلك، لأن الجلد أول ما يتأثر إما بالاحتكاك أو بالإصابة إنما يرتفع في السماكة، وهذا يضيف لون وهمي، أوكي، أنه صار في سماكة في الجلد، أو أنه يتصبغ، أوكي، هذا إذا ما انحرق أو احمر في الجلد. جميل. طيب يمكن يعني اتصالات، بس خليني دكتور على طاري التقشير قبل شوي، طبعا ما نبخلين كل حديثنا عن الحريم الله يحفظهم ويخليهم تمام، لكن عند حتى الشباب يعني الرجال عند الحلاقين طايحين عندنا بالسنفرة يجيك تبغى سنفرة تحس انك انت ما انت يعني مو بوجه، يعني بيجي يتعامل معك وش بيسنفر، فيجيك ويحط لك بهالكريمات ويفرك ويحك. هذه كيف تشوفها دكتور؟ انا اقول الاسبوع اللي راح عندي واحد اجل زواجه بسبب هذا الشيء، سبحان الله. الان حقين بعض الحلاقين بالفعل صار يعني يتعدى حدوده ويقول يعني يسمونه تجهيز العروس الحين او العريس، اسف زين، وبدأت تشتهر ترى. انا احذر منها لسبب، ترى كثير تجيهم مشاكل منهم وزواجك بكره او بعده، وتروح الاحد اصلا هي مهنته، وبدا يحط عليك العسل ويحط عليك الحار هذا ويبدا يسوي لك اشياء، هم من تطلع يعني وجهك محمر حمار. لا وليك تشوف اول ما يسوون يجي يضغط هنا هالمنطقه اللي دائما يقول شوف تطلع دهون، انت لازم يبي لك سنفره. انا اقول يعني ترى يعني كثير من الحلاقين وخاصه بالمناسبات، صار عندك مناسبه مهمه تجنب، لان كثير من الناس بالفعل يأجل هالمناسبات بسبب تجاوز الحلاقين. ليش المواد خطيره اللي يستخدمونها؟ لا مو خطيره، لكن هو ما يعرف شو معنى الحمض، يجي يحط عليك احماض. الطبيب داري ان احنا عندنا نجي الماده الجلايكوليك اسيد، ندري ان 10% كذا 20% كذا 35 ونعرف وين مكانها، شيء مدروس. هذا اصلا مو داري كم تركيز اللي بيحطه، وكثير منه هذه ما بشغلتها. فأنا أقول تعدي الحلاقين على البشرة زاد شوي وصار بالفعل يأثر، وأنا أحذر الشباب تحذير شديد لأنه الآن يروح يدفع له مبلغ. يقولك مثلا عندك السواد تحت العيون، بس عندك سواد تحت العيون وغير كذا، لو صار شيء هو ما يقدر يعالجك خلاص، إذا تروح تدور لك طبيب ليلة الزواج. طيب خل معي اتصال. من معنى اتصال؟ معنى الأخت سلطان، حياك الله. مساء الخير. يا هلا وسهلا، حياك الله. اول شيء الله يحييك، مساء الخير اول شيء للقناه الاس بي سي، حياك الله، والدكتور اللي معك ولك انت وللعاملين كلهم، حياك الله. حقيقه اول حاجه اول نقطه اللي انا كنت احب اقولها اللي هي مراكز التجميل من كثر ما هي موجوده في المملكه في الشوارع الرياض بالذات، انا يعني صرت اخاف منها، هذا واحده. ثاني شيء انا مارست ممارسات بسيطه جدا بالنسبه للبوتكس في مركز دون ذكر اسماء. اي بدون ذكر اسماء. ايوه طبعا. فحقيقه انا لما دخلت ما كنت اعرف البوتكس وشو اصلا. فهو اعطاني البوتكس، طلعت من هنا بعد يمكن يومين ثلاث ايام طلع عندي اللي هو التواء بالوجه. ضرب في العصب السابع، هذا وحده. هذا اول شيء. ايه. طبعا انا من خوفي من الاوبر صرت ما عاد خلاص ما اتجرى اني اروح مركز تجاري، مركز تجميلي، هذا واحدة. ثاني شيء، في شيء مهم جدا وهو النظارة. النظارة
أنا رحت مركز تجميلي لدكتور جدا مهم في المملكة. وقال لي بحط لك بالليل بعد العشاء زي الطين. إيه؟ وبعدين بالصبح تغسلينه تصير عندك نظارة. إيه؟ انا شكيت في الموضوع قلت ايش طين ونظارة وما ادري وشو. الحقيقة والواقع في حياتنا الاجتماعية النفسية اولا والاكل الصحي هذه النظارة. جميل جميل. اما ان الواحد يقول لحظة البوتكس اوكي يعني ممكن الواحد يسويه كل 6 شهور سنة صحيح ممكن. صحيح. الفيلر انا اشوف صديقات لي للاسف عاملين فيلر وادمان عليه لما صار عندهم خدود منتفخه زياده عن اللزوم. اوكي بعدين غير كذا ان الدكتور اللي دخلت عليه قلت له بكم يا دكتور انا ترى امكانياتي الماديه ما تسمح لي. ايه حسبها بالورقه قال لي 1000 2000 3 وصلنا 6500. بعدين قام قال الدكتور 6500 مره كثير هذه. قال خلاص اوكي اجل اسوي لك النظاره انا وحده. فانا قلت والله ان هذه مشكله كل شويه ندفع 10000 و6000 و7000 على ايش على اشياء تجميليه في الوجه لاحظ في الوجه صحيح مو في الجسم. فما بالك من اللي يسوون في الجسم كله. انا عفوا مع احترامي للاطباء كلهم لكن مراكز التجميل يبغى لهم صراحه رقابه. ليش؟ لانه اسعار مختلفه الابر. تخيل تخيل شيء مهم جدا البوتكس هذه لما يفتحها قدامي وبعدين يقول بحطها بالثلاجة وبعد 3 أيام تجينا أعمل لك رتوش. إيش الحكاية؟ كيف أنا أجي بعد 3 أيام تعمل لي رتوش؟ أنا مصدق أن هذه نفسها وش دراني. طيب طيب خليني أختي سلطانة بس الدكتور نضال يبي يعني يسألك كم سؤال. أول شيء أشكرها على الاستفسار وعلى الطرح لكن أعتقد أن الأمور التجميلية هي عبارة عن مسؤولية. اختيارك للطبيب هي مسؤوليتك أنت، أنك أنت ما اخترت الطبيب المناسب المتخصص اللي ممكن يعطيك نتيجة حقيقية فعلية. هذا شيء يلام الشخص عليه وأعتقد أن الاختيار مفروض يكون يتم بناء على دراسات الناس إيش مسوية والنتائج الملاحظة عليها مش فقط على الدعايات. السوشيال ميديا deceiving يعني تخدع كثير. فالسوشيال ميديا ما نعتمد عليها ولا نعتمد نعم. ايضا على الاعلان فقط للوصول للطبيب طيب المناسب. طيب طيب سلطان عشان الوقت سلطان تفضلي. لا 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 دكتور مش للدعايه والاعلان ابدا. احنا لو سمعنا الدعايه والاعلان اقسم بالله كان الناس كلها وجوهها 100% خربت. بعدين بالنسبه لكن انا اشوف ان الناس اشوف الناس زياده عندهم ادمان. الدكتور صحيح. الدكتور فايز الدكتور معروف في المملكه معروف. قال لي ترى اسمعيني يا سلطانه إذا أنت جيتي عندي هالمرة ترى بتجين عندي 20 مرة ترى حالة التجميل إدمان. أنا لما طيب. قال لي كذا بعدها خلاص. طيب سلطانة الله يعطيك العافية. يعني أنا وقتي قصير ولكن يعني كلامك مثري وحبيت لما قلتي أنه يا جماعة النظارة الحقيقية هي بالأكل الصحي وبالراحة النفسية وبالاهتمام بالصحة يعني ممكن حتى موضوع النوم بعد أكيد حنا نعطيه هالأمور. شكرا لك يا أختي سلطانة. شفت الشيء اللي صار معها كثير. أعتقد حقن البوتوكس لما يكون في المكان الخطأ إحنا عندنا بعض الحدود لحقن البوتوكس غالبا بيكون الحقن اللي صار معها تحت حد نهايه العين او الجفن اللي تحت. لما تحقن في هذه المنطقه في عضلات هي اللي شاده الوجه ممكن تتاثر والعصب المغذي لتلك العضله ممكن يتاثر وفعلا ممكن يصير لا ونقطه ثانيه ونقطه ثانيه يمكن حتى دكتور يعني البوتوكس هذا موضوع عادي يبي له حلقه كامله البوتوكس بالحاله بس على الاقل تقدير يعني صار الان في ناس يبيعون البوتوكس من تحت لتحت تقول تروح ياخذ من الفلان الفلاني ولا من يعني روح لشارع الضباب ولا راح لمكان وتلقى لك تاخذ لك البوتوكس وتروح للعياده وصار هالموضوع. هذه نقطه. النقطه الثانيه من اللي حقن بوتوكس بعض المراكز يخلون الممرضه ولا ذا خلاص موضوع اعتيادي يحقنون بوتوكس. ترى المعلومتين كلها انا ما وافق عليها. واحد مستحيل اللي حد علمي ترى نتكلم على الرياض اللي انا ليه؟ ما ممكن شراء البوتوكس من مكان الا اذا كان شيء ما نسمع عنه. انا ما سمعت والله ولو مره واحد راح لا والله يا دكتور انا لا لا ترى انا ما لا لا انا مطلع على حاله قدامي والله وحدة؟ يعني اقول لك اياها انا حكيت انه في صاير الموضوع. انا احلف لك اتحدى احد الان يجيب لي حقنه بوتوكس من اي مكان يلا انا وياك الليله. مو سهل البوتوكس مو بسهل. زين اثنين احنا في المملكه العربيه السعوديه ما في مركز يحقن الا طبيب. اذا في واحد حاله وحالتين ايه شف
اطلع برا السعوديه. الصيدليه ما يبيعونه البوتوكس؟ لا يا رجل لا لا خالص. او بعض الصيدليات لا 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 ما تباع البوتوكس، لا يباع. هذه الحاله النادره اللي تقولها، بالعكس علمني عليه وخلنا نعرف. بس مستحيل. اثنين طيب، طيب انا ودي بس زميلتنا ريما المعد تطبيق دكتور، اذا في صيدليه تبيع اودي ندق عليهم حتى ونشوف ممتاز. اذا عندهم بوتوكس ولا لا. الشيء الثاني، السعوديه لا يحقن البوتوكس الا طبيب. اطلع برا السعوديه، وللاسف انا اقول مشاغل ايه السعوديه. اعطوني مكان واحد، اعطوني يلا انا زين. ابدا ما موجود. شفت انا ما انا هنا قاعد ادافع لا، لكن انا اقول من باب وطنيتي زين. انا بقول السيء والله هذا تكلمنا ولا خلينا بزملائنا، انا انتقد زملائي إيه؟ ما بالك الناس انا اعطوني اسم الصيدليه اللي تبيع وما نبقي له انا على الهواء. لا لا، وما نبقي له على الهواء من باب المهنيه. لا لا لا، من باب المهنيه صيدليه تبيع ومعروفه هالصيدليه ويبيعون البوتوكس او هذه واحده تراقب يعني يا طيب. عندنا 10000 صيدليه طلعت واحده اقفلوها. لا المشكله، لا المشكله ان هذه هذه لا 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 المشكله هذه ال 10000 صيدليه عندها فروع في كل مكان. ودنا نركز على الاشياء اللي بالفعل هي مشكله طيب. يعني كبيره طيب. مثل مثل عطني اياها. اوه مثل دور الاعلام في التوعيه الحقيقيه. وش دورنا الان؟ ايوه لا انت ما قصرت انت ما شاء الله فينا خير. انا اتكلم وش اللي ضر الطب التجميلي اكثر شيء. انا بعلمك مراحل. اكثر شيء السوشيال ميديا اللي ضر. اثنين قلة من الأطباء. ثلاثة شركات مسوقة. أنا ودي اللي ودي أنه يصير الآن أنا لو صار واحد من حقين السوشيال ميديا سوى دعاية لشيء خطأ زين طبي يعاقب، مفروض يعاقب. هذا المفروض واقع. لا شوف الأمن الصحي ترى مثل الأمن الأشياء الثانية. الأمن الصحي كله مسؤوليتنا ومسؤولية الإعلام. أنا أتمنى خلنا نطلع بأشياء إيجابية من الحلقة انه اسمعوا هذا الرقم الان يطلع بكره من وزاره الصحه. اي انسان متخصص يعرف ان احد اساء لهذا التخصص في يا اخي عندنا لجنه اسمها اللجنه الشرعيه الطبيه. جميل ان تحال لهذه الاشياء يصير في اليه سهله. انا اقول لو اللجنه الشرعيه تنظر بالاخطاء الطبيه يا دكتور صادق. انا اقول يعني تبينا نصب اللي تصير اخطاء طبيه ونقول يلا لا 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 افهمني زين. انا ابي الان رقم واحد نطلع من الحلقه ونطالب كلنا وزاره الصحه برقم واحد لي ضد السوشيال ميديا اللي تنشر اشياء خطا بالصحه. طيب وش بعدها؟ على طول يروح اللجنه الشرعيه الطبيه. يعني الان انا طلعت وقلت لك ترى في احد يروح مباشره هذا يعرض على الشيخ والطبيب اللي قلته انت. هذا في واحد محكم زين، محكم من نفس التخصص يقول اللي قاله هذا بالسوشيال ميديا خطا. طيب ناخذ ايوه ولا مشكله جاك من واحد من هالمشاهير يعني يعني حتى بعضهم يمكن هم اطباء يعني وتلقاه يروج لبعض الاشياء. عموما فاصل بعد الفاصل نرجع لكم في الجزء الاخير واللي ودي نركز على بعض الممارسات الخاطئه بعد او المفاهيم اللي احنا نتوقع انها صحيحه وعند الناس ولكنها ليست كذلك. نكمل حواري مع الأطباء. أنا واحد جيت بين طبيبين تجميل يعني ما شاء الله عليهم يمين ويسار، لكن على أقل تقدير نتحدث عن الواقع وعن بعض المفاهيم اللي قد تكون غير صحيحة. لكن أنت قلت عن موضوع الحمام المغربي أنه قد يكون مضر. سبحان الله الجلد الطبقة الخارجية أجمل طبقة. ليش؟ هي اللي طبقة اللي تحمي. أنا ما أدري شو اللي سلط الناس عليها وصاروا واحد استحمامنا خاطئ. استحمام اللي احنا تربينا عليه خطا. ليش؟ ليفه وفرك وتعتقدون صح. امهاتنا ان اذا فركونا يصير بيضان تلقلق ايوه وهذه يا ما تفركونا والله ان كانت الله يجزى والدينا الجنه يعني حرصهم يبغوننا مثاليين بكل شيء. فانا اقول انتقل هذا لنا احنا جاينا من الحمام. ما نقول احنا المغربي وبس، يسمى الحمام التركي، الحمام المغربي، الحمام السوري. احنا ما ندخل مهيب على الجنسيه على الممارسه الخاطئه هي ازاله الطبقه الخارجيه. بعدين يقنعك اذا بدا يفرك وطلع الشيء قال شوف هذا الوسخ. لا هذه طبقة الكيراتين الجميلة الحامية التي إذا زالت ينشط مادة اسمها الأمايلويد وتترسب ويصير بقع سوداء في ظهر كثير من الناس اللي يسوونها. الحمام المغربي إذا عمل للبشرة البيضاء أنا ما عندي مشكلة فيه كبيرة مرة، بس إذا عمل على البشرة السمراء واحد لا يفيد، اثنين تشيل الطبقة الحامية، ثلاثة يجيب سواد وهذا مثبت علميا عندنا ونشوفه. إذن تجنبوا فرك الجلد الفرك الشديد وتجنبوا الحمامات المغربية. طيب قبل شوي كان حديث عن موضوع بوتوكس ويعني أنا معي اتصال الآن مع يعني من أمركان. أمركان والشباب يعطيهم العافية، خلينا بس لها تجربة في هالجزئية. حياك الله أمركان. أمركان معنا؟
الاتصال معنا يا شباب. ألو. هلا مراكان. هلا فيك. هلا استاذ. حياك الله. هلا في مشاهدينكم جميعا. حياك. تفضلي. انا بس كنت بنوه على ان الدكتور يقول ان الابر البوتكس ما تنباع في الصيدليات. انا عندي زميله في عياده طبيه. نزلت انا وياها تحت للصيدليه في نفس العياده الطبيه وشريت ابره البوتكس وطلعت فوق للدكتور عطاني اياها بحيث انها ارخص. انا شريتها من الصيدليه ب 800 واذا اخذتها من عند الدكتور بدفع 1500 ريال. يعني انت انت شريتيها بنفسك؟ ايوه. طيب هذا دكتور تقول ما ينباع بالصيدليات يكون شيء ايجابي. بس اسمع جوابي. اي بالعكس انا بعطيك مجال. شكرا لك. انا اقول انا مخطئ. يوجد صيدليات تبيع من الليله كلنا حمله ضد الصيدليات ونسكرها نتفق. شكرا. بس في نقطه ثانيه يعني بس احنا ما نبي عندي مشاحن يقول انا لا وانت ايه. احنا نبغى نطلع بشيء ايجابي. نبي نوصل اكيد نقول يا ناس. لذلك برجع ونقول يجب يكون فيه بلاغ وفيه امان صحي. فانا اقول لو لا نطلع من هالحلقه ذي الا ان كلنا ناشد وزير الصحه ان يجعل رقم سهل للناس كلهم زين يبلغون عن مثل هذه الاشياء. وانا اسف انا مخطئ في صيدليات تبيع بس خلونا ايجابيين كلنا. جميل. خلنا نبلغ عنها ونسكرها. طيب دكتور خلينا نضال بعض الاشياء بكذا. البعض يتساءل حتى عن موضوع التان. تمام. هل التان له يعني مخاطر على الجلد سواء كان على المدى البعيد سواء كان التان اللي بكريمات او التان اللي عند يعني اللي عن طريق جهاز يعني. اكيد احسن. التان عن طريق تعرض الشمس المستمر. هم يحبوا التان ليش؟ لانه هو يخلي منطقه او الجسم عموم الجسم التون حقه او الكلر او اللون متساوي او يخفي العيوب الموجوده في البشره. فبالتالي تصير كانها مفلتره او صافيه. عشان كذا يحب التان. هذا الشيء رقم واحد. الطريقه او الاليه اللي يحصل عليها في التان خاطئه جدا. تعرض الشمس بساعات، تعرض الشمس في الوقت الخاطئ. حتى يعني لما نقول نتعرض للشمس احنا نستفيد منها ونكون فيتامين دي. صحيح. يكون بفتره مبكره يعني زي 8:30 9:30 الى 10 الصباح. من بعد الساعه 4:30 العصر الى اذان المغرب يعتمد انت في اي فصل تقدم او تاخر نص ساعه. اذا هذه الطريقه الصحيحه. لا صار الحين يحطون فازلين ويحطون زيوت عشان يستفيدوا اكثر من الشمس باسرع وقت ممكن ويسمر وتسمر بسرعه. طبعا في البدايات راح يصير في حرق. قلتنا الحين اكيد انها هي ما تحس في الشمس خاصه اذا كان الجو ما هو جو الصيف الحار الشديد جدا لان الحر راح يردعها. الشمس راح ترجعها. طيب انها تمتنع عنها. طيب اما في فتره الربيع الخريف او بدايات الشتاء ممكن تتعرض للشمس الفترات من دون ما تحس ان الجو بارد لكن الاشعه موجوده. اشعه فوق البنفسجيه موجوده برا او الدور. ايه وموجوده واحنا في الداخل ايضا لانها تخترق القزاز وتدخل مع الشباك. طيب اللي تبي ثاني يعني اللي تبي لون برونزي مثلا تبي اللون البرونزي على الاقل تسويه تدريجي. واحد اثنين عشان ما تحترق لان احترقت راح يقشر راح ينتفخ اول شيء يتورم ويحمر ويحكها ويألمها وبعدين يقشر ويصير مكانه تصبغات شديده. طيب مو بس كذا ممكن ايضا مع الوقت مع الزمن اذا كانت بشرتها فاتحه ممكن تتعرض للاورام السرطانيه لا سمح الله تشيخ البشره بوقت مبكر. عشان كذا انا دائما اقول للمرضى اهم من كل الكريمات والعلاجات والبراندات والاشياء هذه والغاليه أنا نختار واقي شمس نحطه على الوجه واليدين خاصة الآن مع سواقت خواتنا بالسيارات. حلو. ودل أنهم يحمون أيضا. طيب. اليدين. طيب الدكتور بس برجع للموضوع يعني الإكزيما يمكن بشكل عام يعني أتوقع أنه يعني في ناس عندهم حتى موضوع بعض الأمراض الجلدية كيف أنه يتعاطى معها أو لمن يلجأ يعني اللي يعاني من هالأمراض. اولا الاكزيما ترى منتشره جدا وانواعها كثيره وانا اقول دائما التعامل مع مثل هذه الامراض يجب انه ما يكون مثل يعني عدم رضا المريض اللي قبل زين. انا اقول بعض المرات الانسان يجب انه يعرف انه مبتلى بمرض زين ومزمن يجب انه يتعامل معه بذكاء يعني ما يتعامل معه بانه منزعج من هالمرض. اهم شيء الرضا صراحه جزء من كبير انك تكون انت راضي انه هذا شيء مزمن وانك تواظب على العلاجات. اهم شيء بالاكزيما اهم شيء هو عدم الحكه والترطيب وضع مراهم الكورتيزون تحت اشراف طبي زين واخذ بعض العلاجات الاقوى اذا احتجناها. لكن مثل هذه الامراض انا اقول يجب انك تذهب الى طبيب انت عارف انه بالفعل يكون بالنسبه لك انت يعني هذا الطبيب خلاص يعني زي طبيب السكر انت دائما معاه وما تنزعج بعد سنتين تقول انا لي سنتين وما طبت.
يا ناس هذا شيء مزعج. جميل. طيب بعجلة، السواد اللي تحت العيون دائما يتساءلون صح في معلومات خطأ، وأنا دائما أقول ولدك تعطيني دقيقة بهالحلقة أقول شيء أنا بس زين فضل. إذا سمحت لي متى ما بغيت قبل ما تنتهي. الهالات السمراء في معلومات خطأ يجب أن هذا، في ناس يقولون إنها بسبب عدم النوم لا أرق لا، في معلومة خطأ وكان يعني وللأسف طلعت بالإعلام قبل 15-20 سنة أن كيف تتعرف على متعاطي الحشيش بالهالات السوداء. يا ناس هذه معلومة يعني خطأ، وأنا يجيني مرضى في العيادة يعني من الناس اللي والله لا يعرف مثل هذه الأشياء يقول أنا إذا سافرت ورحت للدمام 3 مرات يوقفوني ويوقفوني يفتشوني. أنا أقول يجب أن يكون وعينا أكبر، ليس كل من عنده هالات سوداء هو من السهر أو من كذا، أغلب الناس هي شيء وراثي عائلي جيني، وحلولها كالتالي: إذا كان في انغماد في الجفن الأسفل قد يكون حقن الفيلر مفيد فقط في الانغماد وليس السمار. الكلمة الأخيرة في هذه: هل يوجد كريمات في العالم كله تقلل من اسمرار الهالات السوداء؟ لا، لا فيتامين سي ولا إي. كريمات الهالات السوداء هذا كبرى 800 ريال و1000 ريال، شوفها في العالم كله لأنها هي لا تفيد. لذلك نحذر كل بناتنا من شراء أي كريم يسمونه كريمات الهالات السوداء، إلى الآن علميا لم يثبت أي كريم يفيد في الهالات السوداء. جميل. طيب أنا وقت الشباب يقولون يعني داهمني، لكن بعطي دقيقة لكل واحد منكم. دكتور رضا، يعني إذا كان في عندك حتى كذلك يعني تحذير للناس أو توعية لهم في جانب تمام. أنا أتمنى أن نثق شوي في الكوادر الطبية ونثق في المراكز، لا يعني أنها مركز تجاري في هدف ربحي أنه يكون بيقدم خدمات خاطئة أو ممكن مؤذية للمجتمع، لا أبدا بالعكس. هذا نقدر نعممه إذا كان في بعض الأخطاء وبعض السلبيات. أيضا نشجع أنه وزارة الصحة والقائمين على الرقابة بيقدموا خدمات طيبة ونتمنى طبعا أنها تتحسن، ولا بد من الخطأ في الجانبين. طيب جميل. دكتور أخيرا بس الدقيقة اللي قلت لي هذا شكرا لك أنت وفي كعادتك الأشياء التي لا يمكن للطب حتى الآن أنه يفيد فيها عشان نوفر على بناتنا. جميل. نبدأ بالهالة السوداء اللي أنت قلتها، المسام حقات الوجه، التشققات التي تأتي بعد الحمل زين، خاصة البيضاء منها. أنا أقول يا ناس هذه 3 أشياء ترك مزعجتونا، وترى أن والله يعني ما يجي عيادة أنا إلا 3-4 من البنات إلا تصل هم تقولها ما لا علاج يا دكتور لو شوي. فأنا أقول اعرفوا أننا ما أتينا من العلم إلا قليلا، أشياء كثيرة ليس لها علاج لا تلومونا، لكن لوموا العلم أننا ما عندنا. ورجاء يعني قللوا من الطلبات الخيالية لأن سنزفت أموالكم ولم تجدوا الفائدة. شكرا، شكرا جزيلا لكم. عشان أكون بعد حتى أنا بعد يعني إيجابي، من اللي استنزف أموالهم؟ يعني هذه النقطة الأهم. يعني بعض العيادات 5% تجاه 5% يعني أنا أتمنى بس يكونون 5% يعني بالعكس، وإن شاء الله حتى 5% نستأصلها تكون إيجابيتك شوي أكبر بالعكس لأن إيجابي. مجتمعنا والله ترى أنا أقول لك تربويا ترى كثر ما تجلدون فينا الواحد الجيد يقول يا رجال خلنا مع 5% خلونكم برامج زين كرموا قلة من الأطباء ما يعرفهم الإعلام. بالعكس دكتور والله فيه ناس والله أنا أقول بالفعل جميل. يعني متميزين ولا أحد يعرفهم. أنا وقتي داهمني لكن ثق دائما إحنا ما ننظر يعني للجزء الفارغ من الكأس، أكيد ننظر بكل يعني إيجابية ونسعى دائما للحيادية في الطرح ونتحدث عن صدى الناس اللي تواصلوا معنا حتى وما نراهما يعني رصدنا حتى في التقرير. شكرك دكتور أحمد العيسى استشاري الأمراض الجلدية، كذلك شكر للدكتور نضال أيوب استشاري الجراحة الجلدية التجميلية. حلقة حقيقة ثرية، ودي حتى نكمل الجزء الثاني بس ما بعد أقول أعطي وعد وأربطكم، لكن إن شاء الله الحديث له بقية في هالجانب. أتوقع أنه وضع نقاط الحروف وضعنا النقاط حروف بعض النقاط، لكن الأهم هو وعي المريض، وعي نسائنا كذلك اللي يراجعون العيادة التجميلية. الوهم عند البعض أنه بمراجعاته بيصير شخص آخر مختلف 100% لكل شيء. والأمر الثاني يتحدث عن جانب الرقابة، إحنا عندنا عند الأطباء أنفسهم لبعض العيادات التجميلية اللي هم 5% خلينا نقول 5% على الدكتور عشان يقول يعني ما لا تعمم. والأمر الآخر وزارة الصحة في هذا الجانب كذلك ودورها الرقابي. تمام الله.